العرض سأتحقق ما هي المدن التي سيتم التركيز عليها خلال هذه الخطة. أيضا الخطة هي أو الاستراتيجية اشتملت على كل ما يخص تطوير الحافلات مثلا بالحقول المستهدفة للمواقع التي تستهدفها الساقات خطط تنسيقية مع الجهات الأخرى المواقع الأراضي الخطة المالية للمشروع والكثير من الأشياء فيما يخص هذا. أيضا هناك خطة لتطوير سيارات أو مركبات الأجرة وهذه أيضا مشمولة ضمن الاستراتيجية. وأيضا يعني بدأنا تفعيل جزء من هذه الخطة. تشتمل الخطة أيضا على الكثير من تطوير القوانين واللوائح والأنظمة التي نحتاجها بشكل موازي لتطوير النهضة العامة. بالنسبة لموضوع النقل بالقطار الخفيف أو المترو أو مثل هذه الوسائل من النقل لم نتطرق لها في الاستراتيجية بشكل معمم، ولكن قلنا أنه بعد يعني يمكن 3 سنوات من الآن يجب البدء في إعداد بعض التصورات الأولية والتصاميم لمشروع قطار الخفيف في محافظة مسقط، وينظر في جدواه الاقتصادية والجدوى الاجتماعية لأنه هو في كل يعني التجارب العالمية تبدأ بالحافلات وتبني أعداد المسافرين عليها، ومدى ما تزيد عدد الركاب في ذاك الوقت تبدأ بالتفكير في القطار. فلعدم وضوح كثير من جوانب مشروع مثلا مترو أو قطار في العاصمة فالاستراتيجية لا تتضمن تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. من ناحية التنفيذ طبعا يعني استقرت هيكلة القطاع تقريبا تكون وزارة نقل الاتصالات هي المشرف العام على قطاع النقل العام في السلطنة، وأن تقوم بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات التطويرية للقطاع، تقوم باقتراح السياسات العامة التي يحتاجها القطاع للتطوير، وتقوم بالتنسيق مع كل هذه الجهات لضمان أن هذه السياسات والاستراتيجيات تنفذ بالشكل المطلوب. بجانب التنظيم تتضمن الاستراتيجية مقترح إن شاء الله بأن تكون هناك يعني هيئة لتنظيم النقل بشكل عام. تنظيم بمعنى أن هي من تعطي التراخيص، هي من تتابع المشاغلين، هي من تقوم بتنفيذ بعض ما جاء في الاستراتيجية المقترحة. وهذا الآن يعني نعمل عليه في الوزارة، ولكن حتى تتكون هيئة تنظيم مستقلة لقطاع النقل ستقوم وزارة النقل بهذا الدور في الوقت الحالي. هذا دور سياسات وهو
هذا بشكل عام ملامة عامة على الاستراتيجية. وسعادة الأخ سعد إن شاء الله سيقدم عرض نظري وسيعطينا تفاصيل أكثر. شكرا معالي الدكتور وزير على التوضيح. أصحاب السعادة حضورنا الكريم، المتابع والمراقب لموضوع النقل العام يلمس التطورات التي شهدتها شبكة النقل العام بالسلطنة، وربما نحن في محافظة مسقط أوفر حظا اليوم بوجود عبور من مواصلات تساعدنا للوصول إلى مختلف وجهاتنا. وقبل أن نقدم المتحدث القادم، أود أن ألفت انتباه حضورنا الكريم إلى أن فريق العمل المكلف بإعداد هذه الاستراتيجية قام بزيارات ميدانية لأغلب محافظات السلطنة لأخذ آرائهم ومتطلباتهم للخروج برؤية مشتركة في خدمات النقل العام داخل المحافظة. وبكل تأكيد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات، لأن النقل لديه كثير من تفاصيل مشروع الاستراتيجية، ندعوه الآن ليعرفنا عليها من خلال العرض المرئي القادم. شكرا. شكرا معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أستعرض عليكم الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام في السلطنة من عام 2015 إلى 2025. طبعاً هذه الاستراتيجية بدأت الوزارة في عام 2014 بتعيين استشاري لعمل خطة متكاملة للنقل العام بمحافظة مسقط، وتم الانتهاء من هذه الدراسة في 2015، حيث ركزت الدراسة واقترحت تنفيذها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو بدء تفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية، مع تنظيم عمل سيارات الأجرة، وأيضاً العمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مترو أو قطار خفيف. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فهي الاستمرار في تطوير النقل العام واستحداث خطوط فرعية أخرى، وأيضاً عمل مناطق تجميع السيارات بمواقف خاصة لاستخدام. مثل الآن هناك تنسيق مع شركة المواصلات خاصة في طريق البارك السريع، تم اختيار بعض المواقع خاصة بسور اللي تربط المدن الرئيسية لإنشاء مواقف عامة، بحيث أن بإمكان العاملين في مسقط إيقاف سياراتهم على هذه التقاطعات ويتم نقلهم بواسطة النقل العام، سواء كان نقل الوطني مواصلات أو أيضا شركات خاصة. أيضا المرحلة الثالثة هو البدء في إنشاء المترو أو القطار، وأشار مع الوزير هذا الموضوع، سيتم أيضا إشارة إلى هذا. المرحلة الثانية الأولى والثانية تضمنت خدمات الحافلات، تم البدء بتطوير شبكة نقل عام متكامل في محافظة مسقط من قبل شبكة النقل الوطني، أيضا خدمات سيارات الأجرة، تنظيم خدمات سيارات الأجرة، وذلك لمساندة النقل العام عن طريق فصل تقديم الخدمة إلى تصاريح شركات متخصصة، وأيضا تصاريح أصحاب سيارات الأجرة الحاليين كما هي، ولكن بشروط جديدة بحيث تنظيم هذا القطاع. تم منح ترخيصين لتقديم الخدمات الراقية وتحت الطلب. الترخيص الأول تم لشركة ابتكار للفنادق 5 نجوم و3 نجوم، وأيضا ميناء سلطان قابوس، وخدمة تحت الطلب. أما بالنسبة للتصريح الثاني فتم إعطاؤه لشركة مواصلات
للمطار والمراكز التجارية وأيضا خدمات تحت الطلب. تم إعداد اللائحة التنظيمية لسيارات الهجرة، تم دراسة تسعير خدمات سيارات الهجرة وذلك بعمل مسح شامل في محافظة مسقط، وتم ذلك باستعانة بفريق خبراء من جانب الاستشاري وأيضا شركة مواصلات لمعرفة الأسعار الحالية في هذه الخدمة. مقترحات عامة تطوير النقل العام، ثالثا استحداث سياسات وقوانين جديدة تقلل من استخدام السيارات، تطوير البنية الأساسية لاحتياج شبكة وخطوط النقل العام، زيادة ممرات المشاة وجسور الأنفاق. أما بالنسبة لجسور المشاة، أما المرحلة الثالثة ستعمل الوزارة على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تطلب طبعاً توفير احتمالات مالية وأيضاً الاحتياج الفعلي لهذا النوع من الخدمات بالنسبة للمترو والقطار الخفيف. الخطة الاستراتيجية للنقل العام، هناك في رؤية وأهداف. الرؤية توفير منظومة مواصلات عامة تمتاز بالأمان وسهولة الحصول عليها والمصداقية والكفاءة في عمان، بهدف تقليل الاعتماد على استخدام السيارات وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وجودة الحياة في جميع أرجاء الدولة حتى يتم استخدام الموارد العامة على النحو الأفضل. أما بالنسبة للأهداف، تقليل الاعتماد على المركبات وتشجيع استخدام خدمات النقل العام، تحسين جودة خدمات النقل العام، تحسين مستوى السلامة المروري على شبكات الطرق بالسلطنة، والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني والدخل القومي، إتاحة فرصة جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع فرص الاستثمار في خدمات النقل العام. هيكلة وتنظيم قطاع النقل، تم تحديد الأدوار. وزارة النقل والاتصالات هي تقوم باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات. التنظيم والترخيص والمراقبة يتم عن طريق هيئة مختصة بتنظيم النقل. أما بالنسبة للتشغيل فهو يتم عن طريق شركات حكومية أو شركات خاصة. وبالنسبة للتحسين وتنفيذ البنى الأساسية عن طريق البلديات الإقليمية وبلدية مسقط وبلدية ظفار. الجانب التشريعي لهذا القطاع، تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 10 على 2016 في مارس 2016، يعمل به اعتبارا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدوره وفقا للمادة 69 من القانون. يقوم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بما يتفق أحكامه خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل به حسب المادة 67 من القانون. أما بالنسبة للوائح التنفيذية، تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وتم إحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية. ومن طبعاً كانت هي متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري، الإجراءات والتعليمات بشأن التراخيص لنقل الركاب والبضائع، التزامات المرخص والمصرح له، التزامات وشروط النقل للركاب والبضائع والتزامات الناقل، الاشتراط الخاص بمزاولة نشاط تأجير المركبات، الاشتراط الخاص بمزاولة نشاط الهجرة، الرسوم والمخالفات الخاصة بأنشطة النقل البري. الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام بالحافلات. الهدف بناء خطة متكاملة من أجل توفير نقل عام آمن مترابط وموثوق ويسهل الوصول إليه في سلطنة عمان. مناطق الدراسة شملت كافة محافظات السلطنة. نطاق العمل هو طبعاً لتغليب كافة الخدمات داخل المدن وبين المدن والخطوط الدولية، وأيضاً هناك العقود وخدمات الشحن. النطاق الزمني للخطة من عام 2016 إلى 2018 تطلب مشاركة جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة، وطبعاً هذا تم بناء على أيضاً توجيه مجلس الوزراء والموافقة عليها.
من الأمثلة طبعا تشغيل 13 خط جديد، شراء 118 حافلة جديدة، بدء 4 خطوط جديدة لخدمات النقل بين المدن، تطوير نظام الشحن، بدء بيع خدمات الإعلانات المختلفة وبناء محطات مختلفة، تنفيذ أنظمة تقنية جديدة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية من عام 2019-2025 هو تعني بالقيام باتخاذ الإجراءات وما تم تنفيذه مباشرة من المرحلة الأولى، تدشين 3 خطوط جديدة في محافظة مسقط، البدء في عملية النقل العام في بعض المحافظات، وشراء 232 حافلة جديدة بمختلف طبعا المستويات أو مختلف المواصفات، بدء 4 خطوط، زيادة عدد عقود الخدمات، توسيع خدمات الإعلانات، بناء محطات وتطوير الأنظمة التقنية. ما تم تنفيذه من الانتهاء من الدراسة التي قام بها الوزارة، تم بدء في عام 2015 تنفيذ مخرجات الوزارة، تم تدشين الهوية الجديدة لشركة مواصلات، تم شراء 40 حافلة منخفضة الارتفاع لعملية النقل في محافظة مسقط، تم شراء أيضا 10 حافلات بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات النقل للخطوط الطويلة بين المدن، وأيضا إعادة جدولة مواعيد الرحلات. أيضا تم تشغيل خطي روي الوادي الكبير وروي وادي عديب الحافة الجديدة، وتدشين 4 خطوط أخرى في محافظة مسقط، خط روي أبو معبيلة، خط روي العامرات، وأيضا روي الجامعة الخور، وخط روي مطرح قصر العلي. طبعا خلال عام 2016 تم نقل حوالي 3,700,000 راكب بمعدل 10,000 راكب يوميا على هذه الخطوط، وبلغ حوالي 20,000 راكب في عيد الأضحى من العام الماضي. ولو لاحظنا الرسم البياني طبعا هذا يبين عدد الركاب على الخطوط التي تم تدشينها، ومن الملاحظ ان في من شهر يناير وفبراير كان مرتفع لان كان في عرض 50% تقريبا من التذاكر وكان في اقبال كبير، بعدين انخفض ولكن بدا يرجع مره ثانيه خلال الاشهر الاخرى. طبعا هذه الخطوط الثلاث الرئيسيه التي تم البدء بتنفيذها هي رمبيل وادي الكبير ووالدي. الخطوط الاضافيه التي تم تدشينها اسمها واضح الان روي مطرح قصر العلم، روي العامرات، وايضا برج الصحوه الخور. بالنسبه للمرحله الاولى سيتم اضافه هذه الخطوط، مطار مسقط الدولي، روي، مطار مسقط، برج الصحوه، وايضا برج الصحوه الخور، معبيل المنطقه الصناعيه، ومعبيلة سوق السيب، والعبيبة الأنصر، وأيضا الخوير 18 نوفمبر. أما المرحلة الثانية من عام 2019 إلى 2025 ستتم أيضا إضافة هذه الخطوط، الغبرة بوشر، روي القرم، برج الصحوة الحيل الخوض، وروي برج الصحوة الرسيل وواحة المعرفة، وأيضا برج الصحوة الخوض المعبيلة، وأيضا الخط المتجه من العديب الأنصر ويلتقي بالمنطقة الصناعية. طبعا لاحظنا أغلب الخطوط متكاملة في محافظة مسقط. تطوير طبعا شبكة النقل تحتاج إلى بنية أساسية، منها طبعاً إنشاء مواقف، أيضاً تنفيذ مواقع لوقوف المركبات، وإنشاء محطات احتواء الحافلات، وإنشاء محطات لتغيير الرحلات الخارجية، وتم تحديد هذه المواقع بناءً على ما هو الآن واضح أمامكم على المخطط، وسيتم تنفيذها بالتنسيق طبعاً مع بلدية مسقط. أيضاً تم تعيين كوادر من العمانيين وايضا خبراء اجانب، بلغت تقريبا ما تم تعيينه حوالي 106 عماني منهم 56 سائق، نسبه التعميم تجاوزت حوالي 85% من اجمالي
820 موظف بالشركة. أيضا تم تأسيس مركز متخصص لتعليم قيادة المركبات، وتم الحصول على تصديق لبرامج من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن المؤمل أن يقدم خدماته لأصبح أحد المصادر الرئيسية لتعليم الحافلات سواء كان للشركة أو للشركات الأخرى التي هي في نفس القطاع. أيضا تم تدريب السائقين على استخدام الحافلات الجديدة. أيضا تم تطوير وتنفيذ حملات التعريف بخدمات النقل، وأهمية أيضا التوعية والتثقيف لاستخدام النقل الوطني. هذا نموذج للمواقف الجديد، وسوف يتم إنشاء تقريبا ما يقارب من 8 مواقف في مسقط خلال عام 2017 و2018، وهذه من ضمن المواقف التي تم تقريبا الانتهاء من تنفيذها على شارع سلطان طاووس بالخوير، وسيتم إن شاء الله تشغيلها في الربع الثاني أو منتصف هذا العام بإذن الله. أيضا من خلال المرحلتين الأولى والثانية سيتم تنفيذ زيادة على خطوط المساحة التي تغطيها حافلات النقل العام، إضافة خطوط تغذية جديدة، تحسين تردد وقت مرور الحافلات. أيضا من المتطلبات الرئيسية لطبعا نجاح والالتزام طبعا بالوقت المحدد للرحلة، ففي تنسيق تم مع بلدية مسقط لإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، مثل ما هو معكم الآن في الصورة. هذا سيكون طبعا خاص بالباصات وبسيارات الطوارئ وأيضا الاستخدامات الأخرى من قبل الدولة. أيضا المقترح الآخر في إنشاء حارة خاصة لعبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية مثل ما هو واضح في الصورة الأخرى عند التقاطعات، لسهولة أيضا حركة الحافلات مباشرة. أيضا إنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات ما هو واضح أمامكم في هذا المجسم الشكل. تطوير شبكة النقل العام في المحافظات، طبعا كان في فريق عمل قام بزيارات لكافة محافظات السلطنة، وتم الاجتماع بالمحافظين والمجالس البلدية للتعرف على أيضا متطلباتهم واحتياجاتهم وأخذ أيضا الأفكار، يعني إذا هناك فكرة يخدم النقل العام، وذلك الخروج برؤية مشتركة لخدمة النقل العام داخل المحافظات، وتم الخروج بالتصورات الآتية. المرحلة الأولى من 2016 إلى 2018 سيتم تنفيذ في ولايتين، ولاية صحار وولاية صرالة، للكثافة السكانية وأيضا الخدمات المتوفرة. أما المرحلة الثانية من عام 2019 إلى 2025 سيتم في ولاية نزوة، ولاية صور، ولاية البريمي، عبري وخصب، وأيضا ولاية الدقم. طبعا هذه الخطوط التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى في ولاية صحار، صحار المنطقة الصناعية، وأيضا مستشفى صحار الشارع البحري. بالنسبة لصلالة يتم تدشين هذه الخطوط في الولايتين. أما بالنسبة للمرحلة الثانية في ولاية نزوة، سيتم ربط نزوة من شمال الجنوب وأيضا نزوة بركة المنز. في البريمي داخلية وأيضا البريمي لضواحي الولاية، حسب ما هو واضح الآن الخط الأزرق والخط الأحمر. أيضاً في عبري سيتم عبري مركز الولاية، وأيضاً من الأخضر إلى الدريس. في ولاية صور سيكون صور العيجة
والشارع البحري الباصور، مرتبط ايضا بالطريق المؤدي الى طريق رياض صور للكليه التطبيقيه. بالنسبه للدقم، دقم الميناء وايضا دقم المطار، ولايه خصب سيكون خط واحد يربط خصب من البحر الى الداخل قريب منطقة الخالدية بعد المطار. طبعا هذه الخطوط النقل العام بين المدن تشمل خطة على زيادة عدد الرحلات وجدولة الخطوط بين المدن، وذلك وفقا لحاجة المجتمع، كما سيتم ربط مسارات الخطوط الحالية مع الخطوط الطويلة حسب ما هو الآن واضح أمامنا. الخطوط الجديدة خلال المرحلة الثانية سيكون مسقط عبري البريمي وايضا مسقط الرستاق. اما بالنسبه للخطوط اللي قبل هي حاليا موجوده. ايضا سيتم تطوير شبكه النقل للمسافات الطويله وتحسينها من حيث تقليص زمن تردد انتظار الخطوط، زياده الرحلات اليوميه حسب الاحتياج طبعا للاستخدام، ربط الخطوط القصيرة مع الطويلة لسهولة الانتقال، إعادة جدولة الرحلات وفقا لحاجة طلب المجتمع، استحداث مسارات جديدة لخط مسقط الدقم خلال المرحلة الأولى، واستحداث مسار آخر اللي هو صلالة مرمى خلال المرحلة الثانية. تم تحديد تهيئة المرافق والبنى الأساسية، سيكون بالتنسيق طبعا مع وزارة الإسكان لتحديد أراضي لإنشاء محطات حافلات، وأيضا سيكون جد عدد أفرع ومكاتب الشركة إنشاء محطات احتواء الحافلات، وأيضا خدمات الصيانة ستكون بعقود خارجية. وهناك في تنسيق حاليا ما بين الوزارة ووزارة الإسكان لتوفير قطع الأراضي في أغلب محافظات السلطنة لاستخدامات النقل. الأنظمة التقنية طبعا تم تطوير نظام معلومات المستخدم حول خدمات الأسعار، إدخال التقنيات الحديثة لخدمات النقل العام، تحسين خدمات المقدمة إلى العملاء. أيضا خدمات الشحن والعقود تم طبعا العمل فيها للائحة تنظيمية جديدة، تطوير مزيد من الأعمال عن طريق التعاقد مع القطاع العام والخاص، إيجاد المزيد من العوائد عن طريق الإعلانات في حافلات ومنتجات مواصلات. خطة متطلبات الشركة من الحافلات، طبعا الشركة وضعت خطة بناء على الدراسة من عام 2017 إلى 2021، وطبعا هناك ثلاث أنواع من الحافلات، حافلات متوسطة بطول 10 متر بأرضية منخفضة، وأيضا حافلات بأرضية منخفضة بطول 12 متر، وهناك أيضا حافلات بالخطوط الطويلة. سيتم في عام 2017 حوالي 118 حافلة، تم الإعلان عن المناقصة وتم تحليل المناقصة، والآن في إجراءات إسناد شراء هذه الحافلات. في عام 2018 حوالي أيضا 90 حافلة أيضا مختلفة، 2019 75، 2020 39، 2021 28 حافلة، أي مجموع حوالي 350 حافلة سيتم شرائها من عام 2017 إلى عام 2021. الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنقل العام. طبعا العوائد الاقتصادية بحكم الازدحام المروري، زيادة نشاط الاقتصاد مثل التجارة والسياحة، تقليل تكاليف التشغيل الإجمالية للقطاع النقل، تحسين إمكانية الوصول الأماكن المختلفة، الحد من الإصابات والوفيات بنسبة تشغيل المستشفيات الناتجة عن حوادث السير، زيادة فرص توسيع الأعمال الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال وخلق أيضا للوظائف وغيرها. أما بالنسبة للعوائد الاجتماعية، توفير فرص الوصول إلى العمل والخدمات الطبية والاجتماعية وفرص التعليم والترفيه، توفير الموارد المالية للفرد وبالتالي تحسين الحالة الاجتماعية،
ايضا يساعد على الانتماء الاجتماعي وتعزيز الاحساس بالانتماء للمجتمع، ضمان وسيله التنقل لبعض فئات المجتمع ككبار السن والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصه، تحسين التكامل الاقليمي بين المدن والمناطق المختلفه، العوائد البيئيه، تحسين جوده الهواء من خلال خفض الانبعاثات، الحد من ضغط الاحتباس الحراري، الحد من الضوضاء، النقل العام طبعا يتطلب مساحات اقل من الاراضي المستخدمه، وبالتالي مردود الافضل للبيئه والحد من الاثار البيئيه الجانبيه. طبعا هذه معيار دولي تم طبعا تطبيقه. لو لاحظنا العوامل المؤثره والمرتبطه بتكاليف النقل، لو لاحظنا يعني لكل 1000 راكب الكيلومتر لو استخدم الباصات بالنسبه للحوالي سيكلف الدوله 5 ريال و 4240 بيسو، اما لو استخدم السياره الخاصه سيكلف حوالي 13 ريال و 770 بيسو. بالنسبه للازدحام المروري ايضا تكلفه الالف راكب في الكيلومتر الواحد لو استخدم الباص ريال 850 بيسه، اما بالنسبه لو استخدم السياره الخاصه يكون 13 ريال و 350 بيسه. بالنسبه ايضا لخدمات المرور انا اخترت بعض البيانات الرئيسيه، سيكلف الدوله إذا استخدم الباص حوالي 370 بيسة، بينما لو استخدم السيارة الخاصة ستكون تقريبا حوالي 200 ريالين و 590 بيسة. طبعا هذا ما يكون واضح بالنسبة للتكاليف الغير مباشرة التي تتكلف بها الدولة. أيضا هذه صورة تبين يعني عدد السيارات في حالة استخدام الخاص، ولو جمعناهم كلهم يكونوا كلهم في باص واحد. نشوف المساحات والاثار اللي بتكون على هذا طبعا هناك المعيار الربحيه من تطبيق الخطه، والمتوقع ان خطه الدعم الحكومي للنقل بالحافات بنسبه حوالي 52% في عام 2021 مقارنه ب 75% في عام 2017. فلو لاحظنا الان احنا في هنا الصفر الآن حوالي 75% في عام 2016، نحاول إن شاء الله في 2021 أن نصل إلى حوالي 52%. فالملاحظ أن أغلب المدن الرئيسية والدول يكون الدعم الحكومي في هذا المتوسط، ما عدا يمكن باريس. باريس لأن داخلة الضرائب اللي على المجتمع داخلين فيها النقل العام، ولكن بشكل عام الدعم الحكومي لهذا القطاع يكون في حدود من 40 إلى 60%. الوظائف المباشرة والغير مباشرة المتوقعة تنفيذ الخطة، طبعا العدد الكلي للوظائف المباشرة حوالي 1530 بمختلف الفئات، والوظائف الغير مباشرة حوالي 3824 بمعدل حوالي مجموع 5354 في حال تنفيذ الخطة. بالنسبة طبعا للتوظيف سيكون توظيف هناك توظيف مباشر، وبتكون فرص ايضا عمل غير مباشرة مرتبطة بإنشاء سلسلة من التوريد والخدمات المساعدة التي يشترك قطاع النقل العام فيها من خلال الوظائف المرتبطة بالإنشاءات وتجهيز البنية الأساسية والمطار وأموات قطع الغيار وغيرها. ومن المتوقع نمو الوظائف الغير مباشرة في قطاع النقل العام واللوجستيات المرتبطة بالتطورات في السنوات القادمة المقبلة من تنفيذ وتشغيل الخدمات. طبعا تم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء، وتم إقرار الدراسة ووجه الجهات المعنية للتنفيذ. أشير أيضا إلى الربع الأول من العام الحالي بالنسبة لعدد الركاب وصلنا إلى حوالي 1,400,000 مقارنة بمليون بنفس الفترة من العام الماضي، أي أن نسبة النمو الآن وصلت إلى حوالي 40% في الأربع شهور الماضية. طبعا هذه هي الجهات
التي يستوجب اشراكها بتنفيذ الخطة حسب ما هو واضح الآن. طبعاً كل تقريبا مشترك، يعني نجاح الخطة مرتبط بتنفيذ ما يعني يخص كل جهة من الجهات المعنية، سواء كان المالية، سواء كان الشرطة، الإسكان وغيرها من الجهات المعنية. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تقريبا كما رأيتم الاستراتيجية هي نوعا ما يعني عملية جدا بذلت جهود كبيرة بمرور في جميع محافظات السلطنة، ونحن في هذا يعني المقام الحقيقة نشكر المحافظين ومكاتب الولاة على دعمهم أيضا في هذا الشأن. والآن واضح في خلال الاستراتيجية الخطوط المستهدفة، المواقف، المحطات، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الاستراتيجية تنال النور بشكل كامل. يعني ما هو مبشر أن الحمد لله يعني الاستراتيجية يعني بدأت التنفيذ فيها مبكرا، والحمد لله تطور جيد في هذا القطاع، ويعني ذكر سعادته أن الربع الأول من هذا العام زيادة 40% في استخدام النقل العام عن العام الماضي في أعداد المسافرين، هذا أيضا مؤشرات مبشرة ولله الحمد. تفضلوا إذا في استيضاحات وأسئلة أيضا. هناك في الخلف. تفضلوا. السلام عليكم. يوسف الحبسي صاحب جريدة الوطن ومعد برنامج كل الأسئلة إلى ثلاثة. معالي الدكتور، كان لي اقتراح في فترات سابقة في إيجاد مساحة مواقف قبل دوار بري صعبة للوظفين في القطاع العام حتى يتم نقلهم بالحافلات إلى مؤسساتهم الحكومية. هل هناك في دراسة مثل هذا الموضوع معالي الدكتور؟ طبعا يعني هو ذكر سعادته في العرض ان من ضمن الاستراتيجيه هي تخطيط يعني ايجاد مواقف عامه ليس فقط في الصحوه ولكن في اماكن معينه بحيث يستطيع الناس ايقاف مركباتهم هناك واستخدام النقل العام. ومن ضمن الاماكن الرئيسيه اللي نجتهد عليهم راح يكون على يعني طريق السريع، فاطمة السريع، يعني اللي في بركة مصنع هذه الاماكن بحيث ان نوجد مواقف لهم. هذا ضمناه ضمن المشروع وان شاء الله يفعل. وايضا طبعا هي الفكره المشكله بس بتكون في محدوديه الاماكن والمساحات اللي نستخدمها لهذا الغرض، وبيحتاج تنسيق مع الإسكان ومع الجهات الأخرى في توفيرها، لكن كفكرة ومبنى نعم هي من ضمن الاستراتيجية، وهذا اللي يسمى يعني بارك اند رايد سميناه. بالنسبة لبرج الصحوة ما أعرف أحمد إذا في يعني شوية تفاصيل أكثر عن تصوراتكم لبرج الصحوة. بالنسبة لي الشركة الإجراء النهائية لأخذ حق الانتفاع على الأرض الموجودة حاليا في المواقع عندنا تصور بتكون جزء من الأجزاء الفدوية أو السكنية تكون مواقف عامة فقط لمستخدمين النقل العام، فإن شاء الله احنا ماضيين خدمة في هذا الموضوع ولكن الشركة حاليا يعني في الخوض مستغلة الحديقة كمكان لوقوف المركبات نفس الشيء، يعني الفكرة موجودة في الاستراتيجية.
ما عليك ذكرت أن عدد الناس استخدمت النقل الفاصلات 3.5 طبعاً تقوم بنقل الطلبة يعني توظيف بعض السيارات في المدارس والجامعة، فهل ضمن هذا العدد موجود عدد الطلبة أيضاً؟ لا. سؤال آخر، هذا فقط اللي استخدموا النقل الفاصل نقل عام مع حفلات جديدة. ذكرتم أيضاً أنكم قمتم بمنح الترخيصين للمواصلات فيما يتعلق بتشغيل دورة المطار وشركة أخرى فيما يتعلق بالمنارة، ماذا هل تحفظ أو تحديد التسعيرة خصوصاً المبتدئة؟ نعم. طبعاً سيارات الأجرة يعني هذه قد يكون تغيير كبير عندنا في عمان، لأن كما تعلمون يعني مركبات الأجرة إلى الآن ما هي يعني اللي نطمح له، ولكن في جانب أيضا اجتماعي في الموضوع، لأن معظم هذه السيارات مركبات الأجرة يمتلكها مواطنين. فالفكرة اللي انتهجتها الوزارة في هذا الموضوع أن نحاول قدر الإمكان في جانب أن نرتقي بالخدمة من حيث التقنية، من حيث التسويق، من حيث جذب والعداد والتسعيرة وغير ذلك، ومن جانب أن نحافظ على امتلاك المواطنين لهذه السيارة. فجاءت الفكرة بإعطاء ترخيصين، هذه الشركتين يقوموا بعمل إدارة عمل السائقين الحاليين، إذن هي يعني مثلاً طبقة في الأعلى تقوم بإدارة هذه السائقين بحيث التقنية، التسويق، وضعهم تحت منظومة واحدة وإعطاهم ترخيصات. يمكن تابعته أجرة مرحبا، يعني تقريبا هي كانت الآن بدأت تظهر وبدأت تعمل في شوارع وتقدم الخدمة. هناك يعني لا زال تعرف انتقال هذا تغيير، فلا زال هناك بعض يعني عدم الموافقة الكلية، أو ممكن نقول كان في عدم موافقة كلية من أصحاب هم طبعا الفنادق عندهم والمينة، ففي تردد لا زال من بعض السائقين بالانضمام إلى هذه الشركة. طبعا احنا أمامنا إذا أصبحت هذه الشركة هي الوحيدة المرخصة وغيرها غير مرخص بالنسبة لنا ويجب الانضمام لها، لكن احنا طبعا يعني عملنا نقاشات وورش، ويمكن خلال الاسبوع الماضي واللي قبله في مكتبي جلسنا مع السائقين ومع الشركه وقبل يومين بالضبط الحمد لله يعني توصلنا الى اتفاق نهائي مع ممثلي السائقين، وتم التوقيع على محضر شامل بين بالوزاره والشركه والسائقين وممثليهم بالموافقة التامة على كل مثلاً مطالبهم اللي طرحوها وأيضاً شروطنا اللي وضعناها، فكان هناك صيغة توافقية بين الطرفين، ويعني على ما يبدو الآن أن الكل وافق على الانضمام، وهناك فترة الآن انتقالية بدأنا بها من 1/5 إلى شهر من هذا التاريخ ينضموا جميعاً إلى مرحبا، وإن شاء الله يعني هذه نراها نقلة نوعية كبيرة إن شاء الله في السياحة في السلطنة وفي خدمة سائحينا ومقيمينا، وإن شاء الله أيضا مواصلات مدام تبدأ بالخدمة وتضع العدادات، وأيضا التسعيرة اتفقنا عليها من قبلهم وقبلنا ووافقت الوزارة على التسعيرة المقترحة لهم بالنسبة لمرحبا، يعني تسعيرات مختلفة. مرحبا ومواصلات هي شركات تقدم خدمات يعني احنا نسميها بريميوم، يعني راقية عالية المستوى، فهذه يعني تسعيرات مختلفة عن اللي نقترحه للجوال، فهذه الشركتين ان شاء الله يعني تمشي الامور ويقدموا الخدمة على ما يرام. سنسمح للجوال بالعمل مثل ما هم يحبوا يعملوا في الطرقات، و لكن في لوائح بتصدر لتحديد أعمالهم،
وأيضا درسنا تسعيرة معينة لهم وأشر لها سعادته بالهذا، وهذه التسعيرة سيصاحبها إلزام باستخدام العدادات في هذه السيارات. فبتكون عندنا تقريبا ثلاث فئات أو فئتين، فئة البريميوم ويقدموا شركتين، وفئة الجوال، وهذه شوية أسعارهم أقل لتكون متاحة للعامة للاستخدام. شكرا. علي المطاني، تفضل. هذا أولا أشكر وزارة النقل والاتصالات على تطوير النقل العام في صدنا فيما يتواكب مع النمو السكاني وزيادة الأنشطة الاقتصادية اليوم، وأيضا النقل العام بحقيقة هو مظهر حضاري من مظاهر الدولة. لكن مع الوزير حقيقة نقطة، وخاصة صاحبي مركبات الأجرة، بخصوص شركة مرحبا، هو الوزارة حسب ما وصلنا بأنه فرضت عليهم الانضمام إلى شركة مرحبا مقابل اقتطاع 19% من دخلهم اليومي لشركة مرحبا، فقط مقابل مثل ما قالوا انه صرف السيارة باللون الازرق وتركيب الاجهزة. احنا نرى او هم يروا انه هذا في مغضة او اجحاف بحقوق السائقين بسيارات الازرق اللي تستخدم تستخدم الفنادق والميناء. فما هي الحلول للوزارة بحيث ان تستوعب هذه الفئات لا تحق بها ضرر لمنح الشركات؟ فهذا الذي كان موجود. الجانب الآخر، النقل العام مع الوزير أيضا يتطلب تطوير مسارات الطرق في البلد. الآن في الظروف الاقتصادية في البلد، يعني على وزارة النقل والاتصالات تفكر بين تخصيص بعض الطرق أو منح شركات سواء محلية أو عالمية بإنشاء طرق ومنح برسوم لزيادة قصدي انفتاح في سيارات الطرق البلدية. فهذه التوجهات يعني بدأت فيها كثير، حتى دول المنطقة بدأت تفكر في أنه هو تأتي في تخصص الطرق، قطاع الطرق السلطنة، وأيضا هو من القطاعات المكلفة حقيقة واستنزف أموال في الفترة الماضية، لكن ربما الفترة القادمة خاصة وجود مسارات رئيسية ممكن تعطي مسارات بديلة برسوم. فمثلا عند طريق الباطنة الآن الباطنة فيها ثلاث طرق، الساحلي والوسط والطريق السريع. فهل ممكن الوزارة تفكر في أيضا هذا التفكير في المستقبل؟ شكرا لكم على الوزارة. شكرا. بالنسبة لمرحبا، يعني طبعا أنا زي ما ذكرت أن الحمد لله تم الاتفاق بشكل نهائي وتام مع سائقي الأجرة، وتم التوقيع عليه من قبل الجميع، فالموضوع يعني منتهي تقريبا، يعني من ضمن موضوع النسبة، فصار تراضي وتوافق بين الطرفين، ولا تعد الآن أي مشكلة. ولكن تم الإيضاح لهم أن أولا يعني كيف نعرف أن 13% هي النسبة المناسبة أو 10% أو 30%؟ صعب أن نحكم عليها إلا إذا كانت في آلية شفافة وواضحة، وهذا اللي قامت به وزارة السياحة لما عملت لما كانت في هذا الموضوع. هي طرحت مناقصة على شركات معينة واختارت السائقين أفضل المتقدمين لهذه النسبة، كان ممكن يختاروا شركة بنسبة أعلى، فكان فيه نوع من الشفافية والوضوح في اختيار الشركة. أيضا من الخطأ أن نقول أن هذه النسبة هي تختزل في عملية صبغ سيارة أو عداد، لأن هي أكثر من ذلك بكثير. هي شركة أصبحت مسؤولة أمام الوزارة عن تقديم هذه الخدمة باللوائح والضوابط التي وضعتها الوزارة التطويرية، وهذه اللوائح يعني هي مكلفة، ما لوائح يعني قليلة. ثاني شيء تقوم بأنظمة متطورة مش عداد، يمكن هذا خطأ كبير أن قلنا نقول عداد، إنما هو نظام متطور حديث يكلف الكثير، ونظام حقيقة راح نفتخر به في عمان، إن من يعني ما يعني في دول بس عداد وخلاص، هذا فوق ذلك ولا يقل عن الأنظمة اللي الناس يطالبوا بها مثل أوبر وكريم وغير ذلك من الأنظمة المتطورة.
فهذا يعني لا يختزل بكلمة عداد. أيضا يقوم بالتسويق لهذه الناس وجلب المزيد من العملاء لهم. أيضا هذه يقوم بتسهيلات وخدمات إضافية، يعني هذا جهد كبير أن يحصلوا لهم تخفيضات، سواء كان التأمين، شراء السيارات، الإصلاح، هذه كلها أشياء. الإعلانات. والإعلانات أيضا هذا دور كبير، يعني ما ممكن كفرد أنت تروح تجيب إعلان، هذا طاقم كبير يحتاجه للإعلان. لكن على العموم احنا امامنا الان هذه القضيه حسمت وانتهيت وصار فيها تراضي ووضوح واصبحت ماضي على ما يبدو ان شاء الله. يعني كان ما هو تركيزهم الكبير على النسبه حقيقه؟ كان تركيزهم اكثر على، يعني اذا تكلمنا عن النقاش والحوار اللي صار، على اللوائح اللي فرضتها الوزاره، واللوائح الرئيسيه قلنا انه عمر السياره ما تزيد عن 5 سنوات ويضاف لها 2 سنة إذا اجتازت الفحص من الجهة المعنية بالفحص. هذه شوية هم يشوفوها سنوات قليلة ويريدوا زيادة عليها. أيضا كان عمر السائق بالنسبة لنا يعني بعد 60 سنة نريد لوائح جديدة، يعني حددنا هذا العمر من 21 إلى 60، فكان نقاش عندنا عن هذا الشيء. تكلموا ايضا عن قضيه يعني سعه السياره، نوعيه السياره، مثل هذه الاشياء اللي تخص اللوائح الجديده اللي اصدرناها لهذه المشغلين، فهي اكثرها اغلبها يعني اشياء مع وزاره النقل، وايضا هذه ناقشناها ووصلنا الى صيغه توافقيه بين الطرفين، واحنا نعتقد ان شاء الله راح يكون نجاح جيد لهم وللسلطنة، لأن زي ما تعرفوا الآن السواح يعني أغلب ملاحظاتهم على قضية سيارات الأجرة، يقول عمان بلد جيد وجميل وطيب، لكن المتتبع معظم أراهم لا زالوا يروا أنه يعني شوية سيارات الأجرة، وأكثر ما يألمهم هو قضية عدم الوضوح في التسعير، عدم يعني ممكن يدفع السائق مبالغ حتى لو عالية، لكن إذا حس إنه يعني تم خداعه أو تم عطاء تسعيرة، يعني زملائي يقولوا لي نقلوهم من بر الجصة للمطار 70 ريال، هذا يقولوا لي أنا يعني أحد الأخوة من دول الخليج، هذا ما يعني نشوف مشكلة تواجهها للبلد يعني. فالحمد لله أنا أعتبرها نجاح كبير بإذن الله هذا الاتفاق الذي تم، إن شاء الله مواصلات أيضا الخطوة القادمة بإذن الله، وبعد ذلك نركز على الجوال الذي في الطرق. بالنسبة لفكرة تخصيص طرقات، ساعدتك إذا بتقول شيء. بالنسبة ما مغلق ابدا، فطبعا من حق القطاع الخاص اذا كان هناك اي مشروع لديه في الطرق ان يقوم بتقديم هذا المقترح للوزاره، وسيتم التنسيق طبعا مع الاخوان في وزاره الماليه حول الاستثمار وطريقه الاستثمار لهذه الطرق. فأنت طبعاً خلطت الموضوع، يعني موضوع استثمار طرق بديلة أو هناك بالنسبة وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة، فطبعا هذا المجال مفتوح للمستثمرين
إذا كان في أي مشروع مقترح للاستثمار في بناء هذا الطريق وتشغيله وإدارته. هذا جانب طبعاً لازم في خطواتنا اللي يقدم بها المستثمر، أيضاً دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وتتم الموافقة عليه. أما بالنسبة لإدارة الطرق الحالية مثل ما ذكرت طريق الباطنة السرية، إن في ثلاث طرق موجودة الآن في الباطنة، أنا أشرت حتى في اللقاء السابق إن الآن في توجه، لكن بعد طبعاً دراسة هذا الموضوع وذلك باستخدام التعرفة لهذا الطريق اللي هو طريق الباطنة السريع، ولكن هذا بعد ما يتم دراسة بشكل متأني لأنه مرتبط بخدمات اجتماعية وخدمات اقتصادية وخدمات أخرى يقدم هذا المشروع، ولا يتم طبعا تخصيص مثل هذا النوع من الطرق إلا إذا كان يعني يوجد البديل لهذه المسألة. واضح علي؟ في حقيقة يعني أحد طرحك هذا أحد مبادرات تنفيذ، هم يعني طرحوا هذا الفكرة أيضا، فإحنا الآن يعني ما في قرار فيها، لكن بدينا ندرس هذا الموضوع وقلنا كخطوة أولى ممكن إحنا نطبقها إذا كان هناك بديل، يعني الطرق إذا ما فيها أي بديل ما نطبق عليها نظام مثلا رسوم، إذا كان في طرق فعلا في بديلة فاخترنا مثلا طريق الباطنة السريع للدراسة، لكن عشان ايضا تنفذه لازم تدرس وين نحط في هذه مثلا المعدلات او الاجهزه، لانه ممكن يعني الناس في مكان هذه يفادوه هذه الاشياء، فاحتمال انه يحتاجوا على جميع المخارج والمداخل، فبتكون هنا تكلفه ايضا، فمن هذه التكلفه كم راح تكون الرسوم؟ وهل في تاثير اجتماعي شويه على الناس؟ لان احنا نريد ايضا يستخدموه وما ترجع الازدحام مره ثانيه. فتبغى دراسة بشكل مفصل، ويعني احنا شغالين عليها. تفضل. تفضل. الدكتور العرب طبعا لاحظنا انه في مجسم لمواقف، ولكن لا يوجد خطه او ما لاحظنا انه في مباني للمحطات الرئيسيه، مثلا محطه يعني برج الصحوه لو لاحظوا انه برج الصحوه هنا في لخبطه، ما في مواقف، ما في مباني خاصه للركاب، رغم انها محطه كبيره، محطه الرؤيه ايضا صارت قديمة جدا يعني، فما لاحظنا انه وجود خطة لمباني رئيسية لمحطات رئيسية اللي لاحظناه بس فقط للمواقف. يعني فكرة عامة عن المحطات، حجمها، انواعها. هو بالنسبة للمحطات صحيح كلامك، محطة الرؤية حاليا قديمة، ولكنها في الحالي والأوضاع الحالية توجد بغرض. ذكرت أن بالنسبة لبرج الصحوة الخطة أن الشركة يمنحها الدفاع للأرض هذه كاملة، وفي خطة كاملة تكون محطة رئيسية للنقل العام في محافظة مصر، وكذلك إطلاقها للخطوط الخارجية إن شاء الله. تطوير المحطات قادم، ولكن الأهم هو بناء الخطوط عند المحطات. نبدأ بخطوات حسب الاستراتيجية، في خطوات نحاول نشرح قطاع خاص في هذا الموضوع، برج الصحوة ممكن نعمل قطاع خاص يستثمر فيه، ولكن شريطة أنها تكون محطة نقل عام، ومن ثم هو الذي يبني فيها مركز تجاري أو اللي يشوفه مناسب. في هذا الطريق راح نرحب من التكلفة على إنشاء المحطة. وفي خطة لتطوير محطة روي راح تكون المواقف كثيرة، ولكن هو إعادة تأهيل، ما في داعي تبني محطة كبيرة في الوقت الحالي على خطة على 40 حاملة يعني، بس الحاملات الجاية تقريبا 85 حاملة للمدينة،
راح تكون متوزعة ما ما في وقت فقط يعني. نشوف مثلاً في الحالي يعني تفكير على وقت. أنا أكمل بس على كلام الأخ أحمد. طبعاً كان في تصور لبناء هذه المحطة بتكون محطة رئيسية في مسقط، وأيضاً تم التنسيق مع الإخوان في شركة قطارات عمان على أساس أن أيضاً يكون منطلق ربط. طبعاً هذه المحطة الرئيسية للنقل عام سواء كان للباصات أو بالنسبة لقطار مستقبل. فهناك في تنسيق الآن مع الطيران المدني، لأن تعرف هذه المحطة تكون قريبة من الطيران المدني، عسى أن يكون ما يكون أي تأثير للطيران المدني، وأيضاً التنسيق مع بلدية مسقط، وتم هذا كله. وهناك أيضاً في تطور أنا للأسف إن ما عرفت عليكم، لكن أيضاً التوجه الآخر في هذا الموضوع أن يكون عن طريق مستثمر يستثمر هذه طبعاً المحطة الرئيسية لبرج الصحوة واستخدام الشركة واستخدام المستثمرين، ولكن هذا ما 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 غفلنا عنه. السلام عليكم. I'm Jason Pillai from Oman. Forgive me if you won't be answered questions, but your excellency, by when will the study for the light rail be over? Is it being done by NECO? And discussions with the Muscat municipality for space along the thoroughfares for bus lane and also for park and drive facilities. When what progress have you been on? What is the timeline? What is the exact timeline? The progress or the timeline? You need modification of the roads for bus lanes. You also need space along the thoroughfares for park and ride facilities. For which you said in the past that you are in discussion with Muscat Municipality. Yes, yes. If you could kindly advise us the progress is made. Yes, I think there are already initial studies have been done on the fourth lane or the dedicated lane for public transportation. Again, the municipality need to study this very carefully because there is infrastructure in the expansion area, such as services. We see at this stage, yes, we may need it once the fleet is increasing, and this will make the life easy for the travelers. However, the current economic situation, maybe it's not immediate, but the municipality are really working on this. Until we have this, we build the volumes in
the current buses. And once you reach a certain volume, you start converting these corridors, with the buses corridor, into the light rail corridor, because you need also a business for such light rail. So it's two things in parallel, studies and concept and details design probably, and at the same time building more volumes on the buses to be transferred to the rail. So we don't foresee implementation of the light railway maybe in the next 5 or 7 years. Unless, of course, we propose it to private sector and they want to invest in it and take maybe all the, that's also possible. And one of the options, maybe we should look at it. طبعا بالنسبة لذكرت برج الصحوة أو أمامه الفوضى هو عدم تنظيم يعني لوقوف المكتبات سواء كان الباصات أو أصحاب التكاسي. فطبعا هذه في جهات أيضا مشتركة لتنظيم وقوف هذه المكتبات، وشرطة السلطانية قائمة طبعا بدورها، ولكن أحيانا هناك في بعض الإشكاليات مع سائقي الأجرة، إن الباص جاي هو بيحمل الركاب، لا إحنا بنحمل الركاب، وهذا يحصل.
وليست مواصلات هي المسؤول المباشر لتنظيم وقوف سيارات نقل في مواقف مخصصة للباصات. ولكن للأسف أحياناً نوجد فيها أصحاب التكاسي واقفين على هذه المواقف المخصصة للباصات فتحصل هذه الإشكالية. ولكن الآن في تنسيق مع الشرطة لتكثيف الدوريات ومحاولة تنظيم هذا القطاع بشكل أو هذه المواقف بشكل أفضل. بالنسبة للقوانين طبعاً وزارة النقل هي المختصة بالقوانين بتنظيم قطاع النقل العام، وأنا أشرت في من خلال العرض أن القانون صدر في مارس 2016 واللوائح الداخلية أيضاً تم الانتهاء منها والآن في وزارة الشؤون القانونية، وتم طبعاً وضع كل ما يخص النقل العام سواء كان نقل الركاب، نقل البضائع، تنظيم سيارات الأجرة، تنظيم طبعاً الباصات والحافلات تنقل أيضاً السواح إلى المختلفات. فالوزارة هي المسؤولة طبعاً عن تنظيم هذا القطاع. أيضاً أشرت بالنسبة للرحلات الدورية التي أنا أتكلم عنها، طبعاً في رحلات دورية موجودة تقوم بها شركة المواصلات إلى الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لدول الخليج الأخرى فهناك سيتم نظر وفقاً للحاجة لهذه طبعاً الخطوط وأيضاً للواقع الاقتصادية والتجارية في نفس الوقت. بالنسبة لي أيضاً خطة الطوارئ، طبعاً خطة الطوارئ دائماً طبعاً موجودة لدى الشركة وأيضاً لدى الوزارة، كون الوزارة هي المختصة بالطرق تأثر طبعاً بإغلاق أحياناً بإغلاق هذه الطرق بالأودية أو غيرها، والخطة موجودة والتنسيق موجود وهناك لجنة معنية لهذه الحالات يعني سواء كان حالة تنوع مناخية أو هذا معنى بالنسبة. أما بالنسبة أيضا تدريب حالة تدريس هذه الحافلات، أنا أشرت إن في لها مركز تدريب في الشركة وحاصل على طبعا شهادة دولية، وجميع السائقين لسوق الباصات الشركة تعمل على تدريبهم وتأهيلهم، مش فقط تأهيلهم على كيفية السياقة، لا تأهيلهم من ناحية يعني أيضا نظافة الباص، الشكل ايضا هو يكون لازم يكون مرتب، ايضا استقبال الناس، فالامور الاخرى المصاحبه للشغل وليس فقط التدريب على 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 صياغه هذه الباصات. هو كذا يعني برج الصفوه لو لاحظت الان في اكثر من ملاحظه، ويعني احنا نقول نحتاج نحافظ عليه وفي خطه لتطويره اكبر واحسن. بالتلقين انه يحتاج الى تكون محطه يعني راقيه بشكل جيد ومختلف عن القوانين زي ما ذكرت. احنا القوانين يعني اصبح حسب قانون النقل البري الوزاره هي المسؤوله عن هذا القطاع وعن سياساته واستراتيجيته والقوانين اللوائح. لكن في اعداد اي قانون او اي لائحه في تنفيذ القانون احنا ننسق مع جميع الجهات الاخرى واجتماعات وورش عمل، فكل الجهات حاضرة، ما تقوم فقط الوزارة بشكل منفرد في إعداده. الآن لوائح مثلا نعمل لوائح لتفعيل القانون، لوائح لسيارات الأجرة، لوائح للشاحنات، لوائح لشركات التأجير، لوائح أشياء كثيرة ما كانت موجودة الآن في هذا الموضوع. Thank you.
بالنسبة للتدريب بتدرب أي وسيع في دورات القيادة الوقائية. طبعاً بشر في النهاية يعني حتى لو تدرب مدربين ما نعرف التصرفات في بعض الأحيان. نحاول نعرف لكن نأكد أن الأداء أفضل بكثير عن السابق. وفي متابعة وغيرها من النهاية يعني حتى الأداء أنا بكلم كيف أنا على كلام القاعدة القاعدة المضمون على الأسرة في الأسرة ونحن نرجع الكاميرا في حساب في حساب أفضل. هدف الثاني نحاول إن شاء الله أن نكون أنا أفضل للقاعدة بالنسبة لما يخص الطوارئ إذا نقل عام تعتبر ذلك إذا كنت بفعل شيء إن شاء الله يمنع العمليات على أساس ما نحط الناس التصاعد. طبعا هي لجنة هي اللي كانت إذا في طوارئ يعني في ارتجاج أو بالنسبة للارتجاج إذا بالفعل مذكور ما نقص ويعني ما نقص يعني ما نقص يثبت هذا هو دائما يصير. السلام عليكم المختار النائب اسمي معالي بخصوص إنشاء هيئة بناء تنظيم النقل نعم بخصوص إنشاء هيئة عالية للنقل تنظيم النقل معاليك لا تعتقد أن هذا سيزيد من العبء المالي على الدولة خصوصا أنه الهيئة سيتمنح المبنى ومجلس إدارة ونحن الوضعين ويا ولا تعتقد أن هناك اعتبار اختصاصات خصوصا أن وزارة النقل لديها قطاع معني في النقل الوطني ولديها وكيل خاص معي ويا هذا الكلام فلا أعتقد أن هناك قطاع اختصاصات طبعا زي ما ذكرنا يعني من المهم ان لما ننشئ اي هيئه نعرف بالضبط دورها المختصه فلذلك انا لما تقولوا لي هيئه النقل انا شويه عندنا اللي تطرح المشكله هي ما هيئه تقوم بكل ادوار النقل وقطاع واخذنا دور الوزارة القنار الهيئة هي الفكرة أن جانب التنظيم فقط يروح إلى هيئة وتكون هيئة منظمة وهذا يعني الطرح شوية مهم لأن الوزارة بتقوم بعمليات استراتيجية وتخطيط وسياسات فمن الصعب عليها متابعة تصاريح المشغلين إعطائهم رخص إصدار الرخص مراقبتهم تشغيلهم هذه الأشياء كلها أشياء تنفيذية وعملية والناس يعني طالبونا أن أنتوا تركزوا على السياسات والاستراتيجيات أنتوا على أشياء كبيرة فليش تدخلوا في أشياء تشغيل ومشغلة فإذا كان من طرف الهيئة هي هيئة منظمة في القطاع وليست هيئة لتقوم ولا تحل محل الوزارة في دورها ثانيا دراستنا أن ما مش لما تخرج في خارج هي تكون بالتوعد مع المستوى
مفاضة سنوية أو شهرية. وبالنسبة للثاني في المواد الواجبة أكثر من تجربة فيه فأكثر كثير هذه نقطة في الاعتبار حجم الدعم اللي هيوضح إذا كانت المواصلات بتستخدم الديزل. وحواليك كمان هل في إمكانية تشجيع حفلات لموظفي الحكومة والدوائر والجهات الحكومية بحيث إنه خصوصا الوزارات الموجودة في مكان واسع مثلا؟ شكرا جزيلا. ما شاء الله في أسئلة دائما أسئلة. بالنسبة لنسبة العمانيين آخر مسح كان في يناير وصل إلى 40% على خط الرويل معين وإن شاء الله نسوي مسح آخر. طبعا الصيف يفرق عن الشتاء ولكن مؤشر جدا جيد 40% مؤشر جدا جيد الحمد لله. بالنسبة للاشتراكات الشهرية والأسبوعية طبعا الشركة طرحت منافسة القروض الذكية منها بيكون فيها الاشتراكات. أول طرح كان أسعار جدا عالية حاولنا نشوف الحلول الأفضل وشفنا أن الحل هو استخدام الهاتف المحمول. فبدل ما حتى يكون عندك بطاقة أو شيء ممكن تشتري تستخدم الهاتف بالدخول الحالي فبيكون في مكان معين تقدر تشتري الأسبوعي والشهري كذلك تحقق في عروض طلبة المدارس في أسعار معينة أو قد تكون مجانية لبعض مثلا شرائح المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة هذا في فيما يخص حجم الدعم لا يوجد دعم في الديزل في المواصلات. السعر المواصلات تستخدمه نفس السعر اللي يستخدمه أي شخص أو أي مؤسسة خارج بالنسبة للديزل سنتبع ستة سنوات. بالنسبة للدعم الحالي ساعات الشهر حاليا 75% في 2016 لكن هذه السنة الحمد لله تقريبا نزل إلى في حدود 65% الدعم الحكومي. المخطط إن شاء الله إلى 2021 تكون 50% تحدود 50%. المحاضرة كاملة بالنسبة للموظفين بالنسبة للموظفين حاليا الخطوط موجودة إلى الوزارات. نحن ندرس لكن هذا الشيء يحتاج إلى خطوات أكثر توفير أسطول لأن مسقط ما شاء الله يعني قوية ودرامية الأطراف أنك تحرك أسطول حافلات من مثلا من جهة المعبر أو من جهة العمرة أو الفريات أو هذا ما بال توجد حافلة كل ربع ساعة من كل الأماكن هذه. وبالفعل الأمانة في هناك موظفين يستخدمون الحافلات يوميا. طبعا هو هذا ضحى بوقت بسيط يوقف مكتبه في طرف محطة ويأخذ. بكل ما تقومون به لتطوير قطاع المياه العام في الصرف.
طبعا هذا التطوير او هذه الجهود كلها ستخلق يعني العديد من الوظائف، وذكر هنا بانه يوجد اكثر من تقريبا 1000 وظيفه مباشره يمكنها النقل العام او هذه الاستراتيجيه خلال 5 سنوات و3000 وظيفه غير مباشره. اسال اولا ما هي الوظيفه المباشره الوظيفه المباشره، وما هي الوظائف الغير مباشره، وما هو نصيب كذلك الفرد العماني من هذه الوظائف؟ هل الألف الوظيفة المباشرة هي لكل العمانيين والثلاثة آلاف وظيفة غير مباشرة يختلف فيها الجميع؟ بالنسبة للتوظيف في الشركة بناء على استراتيجية النقل العام خلال 5 سنوات أو 10 سنوات القادمة، بالنسبة ل 1500 وظيفة مباشرة راح تترتب على السائقين الباصات حوالي 1000 ومن 51، أيضا مفتشين 41، وموظفي الورش الفنية 35، عندك أيضا موظفي الفروع والمكاتب والمحافظات 123، وعندك أيضا موظفي الأقالية 80 موظف. هذه طبعا بتطبيق هذه الخطة ستكون الشركة محتاجة لهذه الفئة من الوظائف وبهذا العدد. أما بالنسبة للوظائف غير مباشرة والمتوقعة وحسب ما ذكرت يعني غير مباشرة هي المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص، مرتبطة بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الخدمات. فهناك طبعا حتى البنية الأساسية لتنفيذ مشاريع مواصلات هي تعتبر ايضا وظائف غير مباشره للشركه. فاعتقد كل هذه الوظائف ستكون للعمانيين وتكون للوافدين. معروضه لكم هذه الوظائف، يعني هذا تقديري طبعا يمكن يكون اكثر عن ذلك، لكن السالب انه يكون جميع الوظائف متاحه للعمانيين. يعني اتمنى اقبال منهم على ان بعض الوظائف السابقين والتي سابقون. اضيف هو طبعا المؤشر بالنسبه للمويه حاليا 85%، وفقط لان كنا سائقين وافدين بسبب في وقت ما حصلنا سائقين عمانيين. بس ما شاء الله بعد ما هويه الشركه والعمليه الحين عندنا تقريبا 400 طلب، ولكن عندنا عقود ايضا مع الوافدين فاتباعا يعني في بعض راح نستفيد ان شاء الله. هل الألف وظيفة والثلاثة آلاف وظيفة في 5 سنوات هو رقم مناسب بالنسبة لكم؟ هل هناك يعني قدرات لخلق فرص وظيفية أكثر خلال الأعوام القادمة؟ أتوقع أكثر يعني إن شاء الله، بس هذه دراسة استراتيجية على أقل تقدير بيكون هذا الأمر إن شاء الله. السلام عليكم. مانك فريد حمل من جهة الشبيبة. في موضوع أنت تحكي عن موضوع المرحبة والمواصلات، كيف ربما المواقف الثابتة أو السيارات الثابتة في المطار في الميناء أمام فرنسا ما فيها مشكلة، يعني دخل ربما السائقين ضمن الشركات، لكن تبقى المشكلة نفس السيارات الجوالة هي تاكسي تحت الطلب، يعني ممكن تكون سيارة مواصلات أو رحلة تاكسي في أي مكان طلب عن الهاتف مثل اوبر وكذا. فكل طلب هل تم دراسه قديش يسمح ربما بتشغيل سيارات الطلب بالشركتين والمؤسستين وقديش الطاقه الاستيعابيه في ذلك؟ السؤال الاخر كمان نرجع لكريم ولا اوبر موجودين بالسلطنه، ما بعرف اذا كانت شرعيه وغير شرعيه، هلا هل التطبيق يعمل بالسلطنه؟ هل في مراقبه على هذا الموضوع؟ يعني في مراقبة حتى ما يكون في أي خلل من هذا المجال، لأنه بضرب كمان بالسيارات وبضرب بالشركتين. السؤال الثالث هو موضوع الانتقال شوي متشعب، يعني في عندنا موضوع كمان زي الانتقال الكبير اللي بيربط كل المناطق اللي يستخدم بأسباب تجارية حول المنطقة العربية. وفي موضوع انتقال خفيف هو المترو اللي هي بينقلع. الأمان الليل هو مشروع يعني من فترة كانوا عم يطرحوا كمان منافسة لتجديد
هل هذا المشروع هو ذاته المشروع اللي حيكون قطاع كفيل ولا ممكن كلية وغيرها في الدرجة؟ شكرا. وطبعا يعني زي ما قلت الأماكن الثابتة مطار ولا يكون أقل تعقيدا في المشكلة، لكن هو عموما كلها معقدة. احنا بس قلنا ان بنبدا بتطوير هذه الاماكن، يعني فقدنا
مسلسل بالنسبه للاستراتيجيين كيف ستتعامل مع طريق نجم وصلاحي وتطوير هذا الخط خاصه مثل ما نعرف ان هذا الخط مشغل من اكثر من شركه حاليا كذلك بالنسبه لمحطات التوقف في هذا الخط في اكثر من منطقه في مرحله الغزوه وفي الالف وهي فكيف تتعامل ان شاء الله استراتيجيه مع هذا الخط وتطويره؟ طبعا انا اسف ما اشرت من خلال العقد لان تم دراسه مواقف وطبعا شركه المواصلات هي احدى الشركات المحليه تقدم الخدمه يعني ساكن المواصلات شركه حكوميه ولكن لا يدعم الشركات الخاصه بعد الان ما طلع لوائح احتياطيه سيتم ايضا التعامل معهم باعطائهم تصريح لمزاوله هذه المهنه والرفقاء والتاكد ايضا من صلاحيه الباص المستخدم او المركبه. بالنسبه لمحطات الركوب اعتقد ذكرت الوزاره طبعا عملت على تخصيص بعض المواقع من خلال تصميم لازدواجيه طريق عدم تبريد وهذه المواقع تكون مخصصه لركوب المواصلات وايضا ركوب الشاحنات سواء كانت في منتصف الطريق او في التجمعات السكانيه المثبته على كامل المسار. فهذا طبعا من الوزاره كذلك الاسهاب وايضا عن الشركات الى الان اي شركه تستثمر في اي موقع اخر يعني بالنسبه لهذا الخط فقلنا اي مانع من قبل الوزاره بتقديم هذا المقترح والتنسيق طبعا يكون مع وزاره ايضا الاسكان اذا كانت في اراضي اخرى تستوجب بناء هذه المحطات المستثمره في العرب. بمعنى ان احنا يعني الان الخدمه ما محصوره على المواصلات على الكل، احنا نشجع القطاع الخاص حتى النقل الداخلي مثلا لما صحابي يكون في شيء اذا في محك في القطاع الخاص غير مواصلات ممكن يعملوا لنا تكلفه اقل او دعم اقل يعني ما عندنا مانع. لكن شو اللي بيصير الان؟ هو كل العمل الحين في السوق الحاليه والشركات غير منظم ما تخضع لشروط من الوزاره اصلا قد يكون ضابط احيانا تجاوزات حوادث تصدر منهم فهم يعملوا بشكل نوعا ما بعدم وجود تنظيم قوي. فالواضح الان اللي هي ما تقريبا كانت شؤون قانونيه مراحلها الاخيره متى ما تصدر اصبح في شغله قدموا خدماتهم وفق لوائح وضوابط من وزارة النقل والصناعة. هذا التغيير كبير اللي صار بيصير وهذا اللي نتمنى معاه انه تبدا تقل الحوادث الكبيرة اللي تصير في حافلات النقل الكبيرة. سعيد عبريد من مركز اتصالات الخدمات الحكومية. في البداية شكرا معاليك على هذا المؤتمر الرائع اللي قدمت فيه استراتيجية النقل الوطني أو النقل العام في صدنا. فقط لي سؤالين، السؤال الأول عن موضوع تقييم هذه الاستراتيجية. هل هناك خطة لتقييم هذه الاستراتيجية؟ وهل ستكون على فترات محددة؟ هل بعد ما انتهى المرحلة الأولى ستكون تقييم المرحلة الأولى ثم تقييم المرحلة الثانية؟ هذا التقييم هل سيكون على نطاق اللي هي الوزارة أم ستكون باستخدام بيوت فرن من خارج السلطنة؟ السؤال الثاني، عمل رائع، عمل جميل في نطاق اللي هو البنية التحتية، ولكن هل هناك خطة ترويج موازية لهذا العمل؟ عندنا الآن مواصلات، عندنا مرحلة. الآن وين الخطة اللي هي الإعلامية لترويج هذا العمل؟ بحيث أن ندفع بالمواطن، ندفع بالمقيم على هذه الأرض باستخدام هذا النقل العام سواء بالترويج اللي هو المادي أو الترويج عن طريق اللي هي السوشيال ميديا وغيرها من الأشياء اللي الآن قاعدة تواجه وحصل. وليس اللي هو الترويج التقليدي عن طريق اللوائح وغيرها. نتكلم عن وطبعا الان يعني وزاره النقل هي من عدت الاستراتيجيه وهي حقيقه مسؤوله عن متابعه تنفيذ هذه الاستراتيجيه وتقييمها، هذا دور اصيل
حاليا
احنا الحين جالسين بس نشوف سيارات والاعمار والشروط هذه، وان شاء الله قريبا راح نبدا يعني بعمليه خاصه بتركيب الاجهزه وكذا. نتمنى ان شاء الله يعني الهدف انه قبل نهايه العام تكون وكاله المواصلات في الخدمه الموجوده. الاستراتيجيه قضيه الجانب الدعم هي زي ما ذكر يعني هو قارن دول، ووضحنا ان عادة هذا القطاع يعني يكون نوعا ما مدعوم، ففي جزء يجي من الايرادات اللي هو على الخط الافقي، وفي جزء يجي من الحكومة كدعم، ان الحكومة هي لها تريد تخفض الازدحام، تريد يعني بيئة وغير ذلك، فاحنا يعني في اتفاق مثلاً أي مشاكل مثلاً إنه ما مانع عند الحكومة بدعم هذا القطاع، لكن أنتوا الآن الدعم عادي 2016 على زاد يصل 75، ولما شفنا معظم دول العالم شفنا إنه ما بين 40 و 60 دعم معقول، فتوجهنا إلى الشركة إن هي يعني على الأقل تحافظ على أن يكون الدعم ما يتجاوز من مؤمناتنا التشغيلية، والباقي يحاولوا لأن لو شلنا الدعم بالكامل معناته هم لازم يوضعوا التكت حقيقية، فبيكون بدل 300 200 800 هو اللي معروف بالنقل العام بيروح على هذه الثلاثة تستخدمها ما حققنا الدعم. ففي قطاعات معينة يعني ستبقى الحكومة تدعمنا بنوع ما، لكن ما هو يعني تخفض هذا الدعم. كذلك البريد ما عندنا مانع الحكومة تدعمه بشكل قريب بفترة معينة، أيضا العبارات بنفس المفهوم، لكن احنا مصرين ان على الأقل نقدم هذا الدعم في السنوات القادمة. وأنا ذكرت يعني لو في مثلا بين شركة حقوق أخرى وجاءت في شركة في القطاع الخاص وتقول لي أنتم الآن تدعموا مواصلات مثلا 2 مليون، أنا مستعد أقدم نفس الخدمة ونفس كل شيء بمليون دعم، يمكن ننظر إلى ترخيص مثل هذا القطاع الخاص لأنه في النهاية بيقلل عملية الدعم. فيعني في ربط مع توجه اللوجيستكس، صحيح توجهنا أن في كثير من شركاتنا ما مفروض الحكومة تدعمنا، فعليهم تدريجيا التخلص بشكل كامل. وفي بعض الشركات تقدم خدمة شاملة هي خدمة للعموم، فهذه قلنا لهم اتفاق مع المالية أنه ممكن دعمها لكن بشكل مفصل عما هو عليه، فلا زال عندهم تحدي وشغل بوصول إلى الحمد لله. يعني وجهنا للإعلانات الحافلات ولازم الحافلات ودعم قلية يعني بتعمل بدل لندن فقط في النقل العام في لندن وحدها خاص في مدينة بورنموث وهي مقاعات دعم هجوم يعني لندن على عدد الركاب كذلك بعد ما تيزر ما نبدأ بس هذا نعم استراتيجية طيب السلام عليكم علي الحافين من طنجة الأمان. كيف استراتيجية النقل العام بربط المواصلات من المطار نفسه بالضبط؟ نعم موجود ربط بالنسبة للمطار الدولي حسب ما طلبت في الشريحة اللي تم عرضها، سيكون من المطار إلى روي وسيكون أيضا من قرد الصبوة في اتجاه مطار مصر الدولي. Thank you.
فترة بعد تنظيم القطاع. فبعد تشتري آخر سؤال، هل بالإمكان أن نطلع على بعض تفاصيل الاتفاق بينكم وبين سباق الأجر؟ لا قصد السؤال اللي قبل هذا شو كان؟ في سؤال تبع الشرطة. لا السؤال اللي هو تبع الأجر الشهري المتوقع لكل سائق أجر بعد تنظيم القطاع إذا كنتوا على الموضوع. نعم الأخت حمدة، بالنسبة لعدد المنظمين أنا ذكرت 90 شخص تقريبا لحد الآن من خارج المطار وخارج مراكز التجارة، يعني إن شاء الله المطار وحده فيه 30 شخص وإن شاء الله بيكون هذا، والمراكز التجارة أيضا فيها تقريبا 50 شخص أو مرتبة، بالإضافة إلى أحد المتوقع يعني استهدف 350 لثلاث شرائح كاملة إن شاء الله. ففي إقبال لكن في شروط أيضا مركبات، نوعية مركبات، مواصفات مركبات، وأيضا السائق، ولا بد أن حتى السائق يحتاج إلى تدريب. يعني في كثير ناس يقول والله بعد التوريد كذا، إحنا نحاول ندرب، يحتاج التدريب إن شاء الله. بما يخص التفرغ حاليا اللوائح الوزارة ما تشترط التفرغ لهذه الوظيفة، ولكن إحنا لا بد أن نعرف أن هذه الوظيفة حساسة، لا بد أن الشخص ما يكون مشغول 12 ساعة في مكان في فلان بشتغل سائق مركبة أجرة فبيكون مرهق. حاليا هذه شرط التفرغ. في بعض المطار متفرغين في المطار متفرغين تقريبا. بما يخص الشرطة هي طبعا التصاريح تجي من الوزارة عاد. بما يخص الأجر المتوقع يعني هذه معلومات راح ان شاء الله راح نكشف عنها من دابا نكشف عنها تسجيل الحصارات بس اضيف على كلام احمد بالنسبه للسائقين الحاليين الموجودين في المطار هم نفسهم اللي يكونوا مطمئنين للشركه لو الولي لهم يعني الشركه ما راح تجيب او تعين سائقين اخرين من خارج الموجودين الان في كل مره بركز على هذا الموضوع لان في اعتقاد ان الشركه بتعين ناس اخرين بتكون لكن الاولويه بتكون لاصحاب السيارات والاجره اللي هم موجودين اما سواء في المطار او اللي كانوا مسجلين في المراكز التجاريه. هذا بس حقيقه. وقضيه التفرغ حقيقه من ضمن اللوائح اللي بتوصل. احنا عشان لوائح عدينا ورق عمل مع السائقين مع الشرطه مع الناس. وكان طرح عندنا ليش ما يتفرغ يريد ينتهي هذه المهنه لكن يعني شويه كثيرين ذكروا ان هذا يعني في كثيرين دخلهم بسيط ويعملوا بشهور فهذه يعتبروها مساعد لهم في زيادة الدخل. نظرنا أنه يمكن بيأثر على نوع ما اللي على شيء يعتمدوا عليه الدخل. وحقيقة ما وضعنا في لها حتى التفرغ. لو أنه يعني يمكن قد يكون هو الأفضل. لكن شاركنا مراعاة لبعض الظروف الاجتماعية للناس الذي يعني يعتمدوا عليه كدخل إضافي. بعد الدور السؤال يمكن يكون مهم في حالة التفرغ، هل في دراسة عن كيف الراتب الشهري ممكن يحصله للسائق لو حال يعني لو كانت مهنة يعني مخصصة في حالة تفرغ
يجيهم وما والمفروض هم يروحوا الى الاطار هذه الخدمه، فهذا راح يجيب لهم داخل الاطار. لكن يعني تفرغ معناته سيارات في الدول كلها تتفرغ، هل هي تاثرهم؟ يعني صعب حدد هذا الشيء. لكن اذا قلنا تفرغ معناته كثيرين راح ما يفترون القطاع ده، معناته يخف العدد بشكل كبير. فبيزيد دخلهم تفرغوا، لكنه يعني يمكن يتاثروا كثيرا لذا تركوا عملهم. أنا بس يمكن أركز على سؤال حمد، تطرق صفية للمطار والبنات الآن ممنوع بشركة مواصلات للقطار. أكثر من 90% من المطلوب معظم المتفقين لهذه الأمانة في المطار وفي في الفنادق. بالنسبة لسواء طبعا هذا المتفرغين خلاص يعني عبارة عن مهنة لهم هم يعني في المطار والمراكز التجارية. طبعا المشكلة في الجوال هذا هو طبعا يريد يعني جهة أكبر على أساس أن يكون يعني كمد لطبعا السواق الغيرة، وهذا بيتم أعتقد يعني مع الإعطاء التصاريح الالتزام بما في يوجد اللوائح الداخلية أكيد يعني بيتدخلوا بعض الملكيات يعني على أساس أنه ما مضافة لهم الشروط اللي في
مسقط يعني دمجوا سرعة قانون سرعة حافلات الشاحنات مع بعض، وهذا طبعا خطأ لأنه سرعة الشاحنات كانت سرعة قانون 100 و120 طبعا حددوا هناك سرعة أقل من 100. أعتقد أنه المشكلة كانت تكمن من المشاركين لأنهم المشاركين ما حد منهم حضر حتى يفضلوا ما كنا لهؤلاء كان يجب أن المشرف عرض هذا الشيء. فأتمنى لو أن المشرفين يأخذ أمره أو اللائحة التنفيذية ويقرأوا طبعاً أنهم مكنين أنهم يستطيعوا أن يفهموها ودعمهم مساعدة أنه استعد ساعة يمكن. هذا بالنسبة لوسائق الحافلة. بالنسبة لسيارات الرجلة الجديدة اللي هي أنا أعتقد ولا أعرف كيف نظام حقيقة، لكن أعتقد أن الأردن فيها نسبة تناسب بين ما يأخذ السائق وما يفتح من عمل يأخذ مكافأته ويفتح منكم أنتم مثلا كوزارة مشرف على هذه الإدارة نسبة معينة وأيضا الاشتراك هكذا بدل ما يكون حد غاز وكذا. هذا خلاص خلصناه واتفقنا عليه وقبلوا السائقين والشركة والوزارة تناسب. إذا هو طبعا اشتغل راح يحصل أكثر، وإذا
قرر انه يعمل اليوم ساعة فأكيد دخل في المنتقلين. شكرا جزيلا وغدا العافية بإذن الله تعالى. تفضل.